أحلى إحساس في الدنيا التتويج بذهبية على أرض مصر. أول كلمات قالها بطل مصر والعالم في الجمباز علي زهران بعد تتويجه بذهبية كأس العالم، البطولة التي أقيمت على أرض النيل في حدث غير مسبوق، حيث إن مصر أول دولة إفريقية تستضيف هذا المحفل العالمي. لم يكن تحقيق ذهبية المونديال سهلا على البطل المصري، فيعود هذا الإنجاز إلى رحلة اجتهاد منذ أن بدأ مشواره مع اللعبة وهو في عمر 4 سنوات. حقق علي زهران العديد من الإنجازات مع الجمباز، أبرزها إضافة حركة باسمه وهي حركة F إلى قانون اللعبة، وهي من أعلى الحركات صعوبة في تاريخ الجمباز. كما أنه أول لاعب عربي وإفريقي يحصل على ذهبية إفريقيا 6 مرات على التوالي و8 ميداليات في كأس العالم، ولم يتحقق ذلك من قبل، وهي ذهبيتان، 3 فضيات، 3 برونزيات، إضافة إلى حصوله على برونزية البحر المتوسط التي لم تتحقق منذ أكثر من 17 سنة. علي زهران يواصل إنجازاته بكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الجمباز، بالإضافة إلى تسجيل تلك الإنجازات للرياضة المصرية التي تشهد نجاحات غير مسبوقة في مختلف اللعبات، الأمر الذي نقل المنظومة الرياضية المصرية إلى مصاف العالمية.